الحمد لله، يعني ربنا، يعني انا كنت بطلب من ربنا طلب، يا رب اربط على قلبي كما ربطت على قلب ام موسى. الحمد لله، خد الخطر، الحمد لله، رضينا بقضاء الله. واجه الموت بكل شجاعة ورجولة. إنه الشهيد البطل الرائد أحمد عمر الشبراوي، الذي استشهد مع الشهيد البطل أحمد المنسي في حادث إرهابي استهدف نقاط تمركز للقوات الأمنية جنوب رفح في 7 يوليو العام الماضي، وأسفر عن استشهاد وإصابة 26 فرداً من القوات المسلحة. رحل الشهيد أحمد الشبراوي تاركاً أسرة مكلومة على فراقه احتسبته عند الله شهيدة. نزل في الأجازة في العيد الصغير، آخر أجازة، والله باين عليه النور، والله أنا عارفة ابني، بس طول كبر ووشه كده مورد وجميل، يعني بيته الحمد لله. ربنا يحميك يا ابن، هو أخوه، ربنا يحميك يا رب، ربنا بتخيف عليه، يعني فعلا، يعني وش مش وش أحمد ده، لا يعني حاجة منورة، حاجة جميلة. أنا حاسس إن أحمد ما ماتش، أنا حاسس إن أحمد موجود معايا، لأن روحه دايما موجودة معايا. أنا حاسس إن أحمد لسه في أجازة وهيرجع، يعني وأنا قاعد أنا ومامته تحت في الشقة تحت، متهيألي إن أحمد هيخبط علينا، لأنه كان دايما يعني يجينا فجأة، يخبط فجأة كده، وفجأة ألاقيه داخل عليا، يا بابا وبتاع، يبص على راسه ويطلع يقعد معانا فترة الأجازة. أحمد كان يحب منسي، كانت علاقتهم علاقة أكتر من أخوه. بس أحمد منسي كان يشتغل مع أحمد قبل كده، فقال له معلش يا احمد وهندننا سوا لما نمشي سوا. ده انه لغايه ما استشهدوا مع بعض في عمليه البرص اللي هي في 7/7/2017. لم يشا القدر ان يرى ابنته في الدنيا، فقد ولدت تالين بعد استشهاده ب5 أشهر لتحمل اسمه هي واخيها عمر. كان نفسه في بنتك، يعني كان بيهزر كتير يقول لي لا انا مش هينفع تجيبي المره دي، ولا كان متخيل ان البنت هتطلع مرتبطه بيه قوي وهتحبه كده. يوم الدكتور قال لنا ان البيبي بنت، كان نازل على سلم العياده يعني تقريبا بيغني وبيرقص، كنا في رمضان، الناس في الشارع كانت بتبص علينا، كانت عماله تتفرج علينا، يعني شكله فعلا كان غريب يوم من كتر فرحته بالبنت. يعني انا حتى بعد استشهاده بقيت بفكر هو يمكن كان عنده احساس ان هو مش هيحس معاها باي فرحه تانية، فحوش كل فرحته بيها في اللحظه دي. يوم ولادتي انا تقريبا كنت شايفاه قدامي، كنت حاسه ان هو معايا وانا في العمليات، وكنت حاسه بجد ان هو معايا يمكن اكتر من ولاده عمر اللي كان موجود فعليا فيها. انا نفسي احمد بس في اللحظه دي يبقى عارف ان انا لو اقدر اكتب على جبيني ان انا زوجة الشهيد احمد عمر الشبراوي، انا هكتب ده. انا فخوره بيه لاقصى درجه، وكنت فخوره بيه في حياته، بس ما كنتش بعرف اعبر عن ده. رحل الشهيد بجسده عن الدنيا، وبقيت روحه الطاهره وذكراه الخالده باقيه في ذاكره التاريخ، تؤكد على شجاعه رجال القوات المسلحه وتفانيهم في عملهم وفدائهم بأرواحهم لوطنهم مصر الغالية. رحم الله شهداء الوطن وأسكنهم فسيح جناته. نهى حمزة، 90 دقيقة، قناة المحور.